كابتن شريف كابتن بلال، الشوط الاولاني وانا رصدت 7 حالات تسلل. دي مهمه قوي 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 قوي. ليه؟ لان احنا دايما كمان كتحكيم لما بيقول الحكم المساعد ده 7 حالات تسلل نجح فيهم بشكل كبير، هنا كمان يودينا حته ثانيه ان احنا كمان المهاجمين لابد ان احنا كمان لابد ان احنا نشتغل على النقطه دي، مهمه جدا جدا. في النهايه قرارات تحكيميه من الفار ما اثرتش، النادي الاهلي صعد، ولكن الفار النهارده ما كانش موجود، كان خارج الخدمه. الحكم كمان ادى مباراه كويسه، ولكن انا بعيب عليه في لعبه ركله جزاء، هو ان هو ما قربش وما شافش تفاصيلها. صحيح. وايضا في لعبه محمد هاني، ولكن كان الفار الاصفر عنها هدف هدف سيمبا. انا بقول ان هو كان من المخالفه. نتمنى بقى التحكيم في الفتره الجايه كابتن شريف نشوف بقى تحكيم والحكام اللي هم عندهم خبره، والفار مهمه جدا في المباريات القادمه. احنا كل مره بنتمنى كل ماتش بره وجوه بنتمنى يا كابتن. وانا والله انا شوف، احنا مع التحكيم يا كابتن ايمن، وهنا في قناه النادي الاهلي بنطلع بنقول بما يرضي الله كابتن شريف، ودايما نفسنا التحكيم يكون كويس سواء كان محلي او افريقي. معلش هقطعك، انا عايز احييك على النقطه الفنيه بتاعت التسلل، وقوع مهاجمي النادي الاهلي 7 مرات ل9 مرات. خد بالك دي النقطه دي مهمه جدا جدا. كابتن ماهر، هو تاكيدا طبعا احنا ما نقدرش نتكلم فني، ولكن انا بقول ايه، شطاره الحكم المساعد بلال لما يبقى في 7 حالات أو 6 حالات تسلل عندك في الشوط الاولاني صعبين جدا، مش سهلين يا كابتن بلال، دي شطاره للحكم المساعد. وايضا انا بروح لحته ثانيه، ان انا ممكن من خلال القناه ان النهارده المهاجمين عندنا ممكن نشتغل على ان احنا ازاي نضرب التسلل دوت. سهل قوي يا كابتن بلال، سهل يعني سهل قوي للاعبين استفيد طالما انا يعني ممكن بالك. وبيرسي تاو في بعض الحالات ضرب التسلل بس للاسف بالظبط كده ما قدرش يستغل ده اللي هنعمله يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، مبروك نادي الاهلي تاني، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان شاء الله التوفيق. الله يبارك فيك كابتن. شكرا كابتن، شكرا كالعاده. شكرا كابتن الف. كابتن ماهر، المباراه القادمه خلصنا من هنا. الناس